مرحبا بكم في برنامج واش فهمتونا، اولى حلقات الموسم الجديد كنقدموها لكم من المنطقه الشرقيه وبالضبط من مدينه الناظور. دخول دراسي موفق، ولاننا كنتمناو لكم كاملين التفوق الدراسي وانكم تكونوا دائما الاولين في الاقسام ديالكم. اختارينا ان الموضوع اليوم موضوع اول حلقه يكون هو التفوق الدراسي. اجل هذا الغرض هذا اختارينا لكم 4 ديال المتفوقين دراسيا من الثانويه الجديده الناظور. المتفوقين الاربعه هما أميمة مصعب، هناء وشيماء. بلا ما نساو كيف ما العاده الكوتش ديالنا، الكوتش اللي غيرافقنا طوال هذا الموسم كذلك واللي هو كوتش كريم. وفي البدايه كيف ما تعودتوا كنطلقوا في الحلقه مع روبورتاج كيوضح لنا شويه موضوع حلقه اليوم اللي هو التفوق الدراسي. كل واحد فيكم قرا معاه شي واحد عقدو حيت كيجي هو الاول ديما في الفروض، في الجهوي، في الوطني. كاين اللي كيقول عليهم معقدين وكاين اللي كيمشي بعيد وتيقول عليهم جايين من شي كوكب واحد اخر. متفوقين، واش كتعتبروا راسكم بحالكم بحال الاخرين؟ انا انسان عاديه، غير انني كنعطي الاهميه للدراسه اكثر من الشباب الاخرين. التفوق الدراسي حلم كل التلاميذ والطلبه حيت كيديو به الرضا، حب الاساتذه، وبالاخص تحقيق الذات والاقتراب من تحقيق احلام المستقبل. ولكن واش التفوق ممكن اي واحد يحققه؟ عنده شي قواعد؟ بالطبع التفوق عنده الاساليب والطرق ديالو والاسرى. يعني كاين اللي كيرفع على نفسه اكثر من اللازم، كاين اللي كينظم وقته، الوقت ديال القرايه والوقت ديال اللعب. يعني ذاك الوقت ديال اللعب راه ضروري باش يحيد الارهاق من المخ ديالو. البداية ديال العام هذه كل واحد غادي يحدد اهدافه، غادي ينظم وقته وغيتسلح بالاراده باش يحقق داكشي اللي بغا. واش كتشوفوا الامور بحال هكذا ولا ما فهمناكمش؟ نتمنى نكونوا فهمناكم، وإلا ما فهمناكمش حنا اليوم هنايا كيف ما العاده في برنامج واش فهمتونا باش نسمعوكم، باش نسمعوا الافكار ديالكم والاراء ديالكم. واليوم كنتكلموا على موضوع في بدايه موسم برنامج واش فهمتونا، في بدايه الموسم الدراسي ايضا، هو التفوق الدراسي. التفوق الدراسي اللي اكيد عنده اسرار، عنده مستلزمات، عنده تضحيات. وانتم تبارك الله عليكم كاملين متفوقين ومتفوقات متفوق ومتفوقات اللي غادي نحاولوا نكتشفوا خبايا التفوق والنجاح ديالكم ونشطروها ونتقاسموها مع شباب اخرين ربما ما عارفينش بعض الاسرار اللي عندكم. ولكن غادي نبدا البرنامج بواش كتشوفوا بانكم اشخاص اكثر ذكاء من باقي الطلبه في الفصل ديالكم ولا لا؟ تفضلي شيماء. كنشوف ان كاع عندنا واحد النسبه معينه ديال الذكاء، غير هو كاين اللي كيخدم هذا الذكاء وكاين اللي ما كيخدموش. مصعب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للتفوق هو اننا حنا كنعملوا على التعريف ديالو، لان التعريف كما كنعرفوه هو التفوق الدراسي هو النجاح في الدراسه، هو شعور داخلي معزز بالتفكير الايجابي. حنا كنفكروا ايجابيا، دائما كنرسلوا رسائل ايجابيه للعقل اننا نقدروا متفوقين ونقدروا نديروا نحققوا اللي ما كيحققوه جميع التلاميذ. معزز ايضا بالثقه بالنفس. الثقه بالنفس نحن نثق اننا سننجح، كنثقوا باننا غادي ننجحوا. الا ما كنثقوش باننا غادي ننجحوا غادي تكون مخاوف، غادي يكون ارتباك وما نقدروش ننجحوا. ومعزز ايضا بتنميه القدرات، يعني حنا كنكتسبوا مهارات بزاف خلال الفصل في الدرس بانتباهنا مع الاستاذ الى غير ذلك. اذا جميل، كاين عدد من النقاط المهمه جدا اللي غادي ننطلقوا بها باش نقولوا بانكم المتفوقون هم تلاميذ طبيعيين، لا يفوقون الطلبه الاخرين ذكاء، بل عندهم رغبه اكبر، عندهم ثقه اكبر في النفس، وتيشتغلوا في ظروف ملائمه اللي كتخليهم يقدروا يكونوا متفوقين دراسيا. جميل، اذا غادي نتكلموا على هذه الرغبه هذه. أين تتجلى هذه الرغبة؟ وواش هي رغبة شخصية ولا رغبة ربما اللي كتجينا أيضا من المحيط ديالنا؟ الرغبة غادي تكون عندك نتايا، إلا ما كانتش عندك راه ما غاديش توصل. رغم أن الوالدين ديالنا كيتسناو منا واحد أننا نحققوا شي حاجة كبيرة وأننا نضمنوا المستقبل ديالنا، إلا أن إلا ما كانتش أنت عندك الرغبة أنك توصل لشي حاجة وترسم واحد الهدف بين عينيك وأنك تعمل باش أنك توصل له، صافي أنك ما غاديش توصل. مصعب. بالنسبة للرغبة، الرغبة متجلية في الأسئلة. السؤال الوحيد وهو لماذا؟ علاش كنتفوقوا؟ ممكن كاين اي واحد يطرح علاش كان كيتفوق هذا؟ علاش انا لا؟ وحتى اللي متفوق كيقول علاش التفوق؟ التفوق كنديروا 3 د الحوايج، اولا لنفسي، لي انايا انني الا كنت متفوق كنوصل اللي بغيت، كنوصل بواحد السرعه هائله مقارنه مع التلاميذ الاخرين. بالنسبه لاجل امي وابي الوالدين، يعني كيبذلوا واحد الجهد مضاعف ربما باش نقراو مزيان ونحققوا نتائج ايجابيه. يعني الا تفوقت دراسيا وجبت نتيجه ايجابيه فراه غادي يكون غادي يساعدوا الام والاب، وايضا بالنسبه للمجتمع والدوله باش نخدم الدوله ديالي باش تمشي للقدام ان شاء الله. جميل جميل جدا، وهي كلها نقاط اللي مهمه جدا اننا نكون واعيين بها في هذا السن هذا بالضبط، وهذا اللي كيثيرنا في برنامج واش فهمتونا هو مستوى الوعي تبارك الله عند الشباب ديالنا. غادي نجي ايضا ببعض الاشاعات التي تروج حول المتفوقين، تيقولوا بانهم معقدين. معقدين معنى انه ما عندهم صحاب بزاف، ما تيخرجوش، ما عندهمش مواهب، ما تيمارسوش الانشطه العاديه. يعني مثلا انت ما كتلعبش كره، انت ما غتخرجيش ديري الشوبينغ، ولا ما غتخرجيش تلعبي مع صحاباتك ولا الى غير ذلك. فهل هذه الاشاعات صحيحه ام انكم شباب وشابات عاديين تماما وكتقوموا بانشطه وحياتكم عاديه غير منظمه ربما؟ تفضلي شيماء. بالعكس تماما، بحال التلميذ المتفوق، بحال التلميذ العادي كنعيشوا حياتنا عادي جدا، حتى حنا نستمتعوا بالحياه ديالنا، نخرجوا نديروا الهوايات ديالنا. غير هو انه كنحاولوا ننظموا الوقت ديالنا، يعني الوقت ديال المتعه متعه والوقت ديال القرايه قرايه. بالعكس هاد الهوايات هما اللي كيساعدونا على التفوق، يعني ما كنكونوش مستريسيين، ما كنكونوش مركزين غير على القرايه وصافي. يعني كتاخذ المواهب ديالك كما بغيتي، كتقوم بالمواهب ديالك كما بغيتي وصافي. يعني هادشي كيساعدنا، بالعكس ماشي هي نقطة مهمة جدا، هي نقطة مهمة جدا اللي بغينا نتكلموا فيها أيضا مع مصعب ومع هناء، اللي هي الأهل اللي كيمنعوا الأبناء ديالهم أنهم يمارسوا الهوايات ديالهم خوفا من تدني مستواهم الدراسي، واش عندهم الحق ولا لا؟ غادي هناء. في بعض الهوايات كتكون انها كتخليك انك تنسى الدراسه، يعني كتعطيهاش واحد الوقت يعني مخصص للدراسه. مثلا غادي تمشي هوايتي انا، يعني انك تفتح فيسبوك ولا دير شي حاجه، هي واحد الناحيه يعني كتبعدك شويه على المدرسه يعني الدراسه، ولكن الواحد خصو يضبط الوقت. الا كان واخا هو يكون مع الاصدقاء ديالو، يدير اصدقاء ويتواصل معهم، ولكن يكون واحد الوقت محدد ويكون عاطل الدراسه افضل، يعني الوقت افضل من الدراسه. بالنسبه للهوايات، الى منعونا الاباء ديالنا على ممارسه الهوايات يعني ما كنفوجوش على راسنا. الى التلميذ ولا الشخص ما خليتيهش يمارس بحريه، بالضبط الحريه تكون مقيده، ما يقدرش يتمشى مزيان لانه ما كاينش الهوايه، ما كتفوتش على راسك وانت غير القرايه راه شويه غادي يوقع الملل. الا يسد عليك البيت الاب ديالك مثلا، يسد عليك البيت يقول لك اقرا، شنو غادي دير؟ تقدر تنعس وتحط الكتابه فوق راسك وراك ناعس تما، ما عمرك تراجع بهذه الطريقه. جميل، اذا غادي ننوعوا كذلك النقاش هذه المره بتدخلات خارجيه. الطلبه ايضا كان عندهم اسئله بغاو ينوعوا النقاش وغيطرحوا عليكم هذا السؤال. كل واحد فينا عنده اساليب وطرق ديال الدراسه ديالو، دونك شنو هي انسب وانجح الطرق باش نتفوقوا في الدراسه ديالنا؟ اذا كنعتقد بانه سؤال مهم، عدد من الطلبه يبغوا الاجابه ديالو. واش المراجعه ديالكم عندها اسرار؟ المتفوقون عندهم اساليب خاصه كيراجعوا بها الدروس ديالهم باش يقدروا يكونوا متفوقين في الامتحانات ويحرزوا اعلى النقاط. بالنسبه لي انا اهم حاجه كنركز عليها في الحفاظه هي النظام. البلاصه اللي نحفظ فيها خاصها تكون منظمه، يعني ما نلقاش قدامي داكشي مرون ما نقدرش نحفظ، وكنتجنب التراكم حيت داك التراكم هو اساس الفشل. يعني بالنسبه لي شخصيا انا عندي نمط بصري. النمط البصري من المميزات ديالو انه مثلا في المراجعه، غادي نخص المراجعه انه يقدر يتمشى ويراجع ولا يحفظ في المشي، لانه كيعتمد على البصر. البصر كيقدر يدير بزاف ديال الحوايج اللي ما يقدروش يديروه الاخرين. كاين اللي عنده نمط حسي، اللي كيبغي الكالم ودائما الكالم، الدبانه ما تزنزنش. كاين اللي كيعجبو اللي عنده نمط سمعي، هو انه مثلا درس غادي يكون عنده يسمع له وغادي يشدو. مثلا كاين مثلا شي شعر ولا القران الكريم ولا مثلا بالسمع غادي يحفظوا غير بالسمع. هذا عنده نمط سمعي لانه غادي ينفع له في المراجعه، انه يبقى يسمع المراجعه المراجعه اللي راجعها يسجلها صوتيا ويبقى يسمع ليها. واش كل الطلبه واعيين بالانماط ديالهم، ولكن اللي دائما في بحث مستمر على النمط ديالو؟ ربما اللي عارفهم ربما اللي ما عارفهمش. ومثلا هذه المميزات تاع كل نمط ممكن تحدد النمط الغالب لكل شخص. تفضلي هنا. اي شخص يقدر يدير كل شيء. الانماط اللي ذكرها مصعب يقدر يديرهم كاملين. شخصيا انا نقدر نديرهم كاملين، نقدر نسمع وانا يعني نحفظ وانا كنسمع، نقدر ندير بالكتابه يعني خصني غير السكات، ونقدر انني ندير بالالوان كي قال بصري. نقطه واحده اخرى غادي نناقشوها الان واللي كتجي دائما على لسان عدد من الطلبه، هو ان للاستاذ دور كبير في ضمان تفوق طالب في حبه لماده معينه. واش هذا يعني اداء الاستاذ؟ لان اداء الاستاذ نقدروا مثلا نقطوه الى بغينا ما بين استاذ اللي تيعرف كيفاش يوصل الدرس، استاذ يقوم بواجبه فقط، واستاذ اللي ربما يعجز عن هذا كما يقال. لا ما كان يعني لا ننقص ابدا عمل الاساتذه، وبالعكس حنا كنحترموهم وكنقدروا ليهم العمل ديالهم ككل. بينما ما يقال كذلك انه بعض الاساتذه يعجزون عن ايصال الدروس بالطريقه اللي يقدر الطالب يستوعبها، وهذه شكاوى كتوصل عند عدد من الطلبه. فواش هادشي كيأثر عليكم ايضا؟ وكيفاش كتعاملوا مع استاذ اذا كان غير قادر على انه يوصل لكم درس كيف ما بغيتوا؟ مدام مصعب رجع لك شيماء. بالنسبه للاستاذ، الاستاذ نسبه كبيره هو عنده تاثير على التلميذ، نقدروا نقولوا بنسبه تقريبا 70% هو عنده تاثير على التلميذ. ولكن الا مثلا نقولوا الاستاذ عنده الاداء ولا طريقه توصيل الرساله ما كيفهمهاش الطالب بالشكل المطلوب، هو انه يمشي يبحث، لان البحث كيفيد. البحث غادي يكون فيه جماعة حتى المراجعه، يعني الا بحث وقدر يشارك في القسم ويكون عنده واحد المستوى جيد في القسم، مع ان رغم ان الاستاذ ما عندوش واحد الطريقه نتاع توصيل الرساله اللي مناسبه للتلميذ، ممكن انه بالبحث غادي يفهم منها ويراجع ويشارك بها في القسم، ونقدروا نقولوا انها تسدد جميع الحاجيات اللي كتكون في القسم اللي غادي يحتاجها الطالب باش يفهم ذاك الدرس. جميل. شيماء، هو الاستاذ عنده واحد الدور اساسي بالنسبه للتلميذ، حيت هو اللي غيخلي التلميذ يبغي الماده. يعني الاستاذ الماده كتعتمد على الاستاذ. ملي التلميذ غيبغي شي ماده غيبقى يبدل اوتوماتيكمون، غيبدا يبدل فيها المجهود ويبدا يبغي يتفوق فيها. الاستاذ كيخليك انك تحب الماده ولا انك تكرهها. الا كنت كتدخل عند واحد الاستاذ وكيكون الشرح ديالو يعني كيعجبك وكتفهم منه دغيا، راه كتحب حتى الماده وكتبقى تسنى فوقاش تجي الحصه ديالو باش انك تدخل عنده. اما بالمقابل كاين بعض الاساتذه اللي كيكرهوك في الماده، واخا انت تكون باغي انك تبذل المجهود فيها، الا انهم كيدير واحد الحد بينك وبينها. اذا كتقول بانه احد الاسباب الاساسيه لتفوق الطالب هو مدى استجابة الأستاذ وإيجابية الأستاذ وقدرة الأستاذ على أنه يوصل المادة كما يحلو للتلميذ. تواصلي؟ وي، بالنسبة لي الأستاذ عنده فضل كبير في هذا التفوق اللي حنايا واصلين له دابا الحمد لله. ولكن عاوتاني التلميذ ما يكونش حاط العيب كله على الأستاذ. يعني كاين مراجعة، كاين حفاظة، كاين واحد سميتو، والاستاذ كيجي من بعد. دونك شنو بان لكم الان؟ نغيروا مره اخرى زاويه النقاش. غادي نسمعوا سؤال اللي جاء على لسان احدى الطالبات دائما في الثانويه الجديده الناظور، ونعاود نرجعوا باش نجاوبوا عليه. نسمعوا السؤال. شنو هي علاقه التلميذ المتفوق مع ورقه الامتحان؟ اذا كنعتقد بانه سؤال مهم جدا، لانه التحضير للامتحان شيء، المحيط نتاع الطالب شيء، ولكن عندما يكون امام الورقه نتاع الامتحان فهو شيء اخر تماما. كنعتقد ان عنده تقنيات، عنده اسلوب ديال كيفاش كنضبط النفس، كيفاش كنركز على السؤال الى غير ذلك. فنبغي نعرف من عندكم كيفاش مديره علاقتكم بورقه الامتحان. تفضل مصعب. انا شخصيا يوم الامتحان اول حاجه كنقوم بها هو كنستيقظ. الاستيقاظ كيكون قبل الشروق الفجر، تما وكندير كنتنفس، كنحاول ما امكن ناخذ بزاف ديال الاكسجين، ولا واحد كيكون واحد الغاز اخر، وهو الاوزون. الاوزون هو مفيد جدا للدماغ، هو كيحاول في الشهيق والزفير كيرفع مستوى الدماغ الى باش يشتغل الى 100%. اذا الاكسجين في الدماغ تيكون مرتفع بالتالي كيخدم بشكل كامل. وخصوصا هذا غاز الاوزون، غاز الاوزون وكنعرفوا في الترميز ديالو الكيميائي هو O3 يعني مشكل من غاز الاكسجين. نقول ربي زدني علما، زيد صدق الله العظيم. بعد ذلك كنجي باش المدرسه باش ندوز الامتحان ديالي، كانوا صافي كنشد الورقه ديال الامتحان. الا كان ضروري غادي يكون الارتباك والتوتر، كندير واحد التنفس يسمى بتنفس الاسترخاء. اولا تنفس الاسترخاء المراحل ديالو هو انني كان الشهيق فيه 4 ثواني، ثم كنوقف النفس لثانيتين، ثم الزفير ل6 ثواني. هذا كيحاول وثلاث مرات كنكرر هاد العمليه 3 مرات. كتسهل علي، كتقلع من الارتباك والتوتر، وكتخليني مرتاح انني نواجه الورقه. ومن كنشد الورقه ديال الامتحان كنشد قلم الرصاص وكنقرا جميع الاسئله. السؤال السهل واللي نقدر نجاوب عليه في الحين كنكتبو تما بقلم الرصاص. جميل. أنا الواحد الا كان حافظ وفاهم فاش غادي تحط له الورقه غادي يقرا الاسئله، ما غاديش يجيه واحد الخوف الا كان الاسئله عارفهم، حيت هو ديجا حفظ غادي يجيوه الاسئله ساهلين. واخا هكا كيكون عندنا واحد ستريس داخلي، ما كيكون واخا انك انت عارف الاجوبه. انا يعني شخصيا كنرتاح شويه، كنقول ان خليني انا فاهمه صافي نرتاح شويه حتى يمشي مني هذا الارتباك، عاد داك الساعه نكمل واحد 2 مينيت من با ونكمل. بالنسبه لي الا كان عندي امتحان، اهم حاجه في الاول هي تقرا الورقه وتعاود تقرا الورقه. القرايه الاولى كتكون سطحيه، ومن بعد كتكون القراءه ديال الفهم، وملي كتفهم لي كيسيون كتبدا بالاجوبه مباشره. اهم حاجه هو ان الانسان خاصو يريح نفسه، يرتاح نفسيا. ملي يدخل القاعده الامتحان تحت قدامه الورقه ينسى اي حاجه تقدر تسبب له القلق، ولا يفكر راه باقي كيسناوني مواد اخرين، راه باقي خاصني ينسى كاع داك الشيء ويركز غير في ديك الماده وديك الورقه تما غير. جميل. التعامل مع المواد العلميه والمواد الادبيه دائما كيكون مختلف. غادي نرجع ليك كادبيه ايضا باش نشوفوا شنو المميزات اللي كتميز تعاملك مع ورقه الامتحان كادبيه، ربما في اللغه العربيه ولا في الاجتماعيه. الاجتماعيات مثلا اللي كيعاني منهم مجموعه من الطلبه، لان تيقول كاين 3 ديال المواد وكاين دروس طويله جدا، فكيفاش كتعاملي معها؟ اهم حاجه بالنسبه لورقه الامتحان انني نقرا، مثلا يعطيك وثائق ولا نحاول نقراهم مزيان وناخذ الافكار، يعني اي وثيقه نحاول نلخصها وناخذ لها فكره نفهمها مزيان، نقرا الاسئله مزيان. جميل. بينما العلميين كاين اسلوب مثلا اللي كتعاملوا به مع معادلات الرياضيه ولا الفيزيائيه. نعم. بالنسبه للقواعد ديال الرياضيات فاش كندخلوا للامتحان كتخاف انهم يتنساو لك، غادي تجيب واحد الورقه ديال الوسخ تكتب القواعد قبل ما تبدا، تكتب القواعد كاملين واخا تكون تحتاجهم ولا ما تحتاجهمش في الفرد، تكتبهم باش ما يتنساوش، تخليهم ابار ما يدوخكش السؤال دابا، يعني نزل العقل عليهم كتبيهم. كتبهم وخليهم فاش غادي تكون كتخدم غادي تحتاجها تمشي تاخذها وتكمل. سؤال اخر يقض مضجعي انا شخصيا هو كيفاش كتشوفوا الطلبه اللي في وقت الامتحان اللي انتم حضرتوا له وتعاملتوا معاه بواحد الجديه كبيره جدا، وبالعكس الحمد لله عن طريق هذا الجد وهذا العمل كتستطيعوا انكم تفوقوا طلبه اخرين تياخذوا هذاك الذكاء ديالو كامل وتحطوه في الغش. نظرتكم لهذا الطلبه كيفاش مدايره؟ بالعكس تماما، حيت هو اصلا كيغش راسو، هو غيغش دابا ينجح يوصل واحد الوقت غيندم على داك الغش، حيت غيلقى راسو خاوي ما عاقل على والو، كاع داك الشيء دارو غير بالغش. انت بريباري ومجهد وغادي تدوز الامتحان ديالك، ضروري ما غادي يشوش عليك داك الغشاش، عطيني النقال عطيني النقال عطيني النقال، لا ضروري ما غادي يشوش عليك وما غاديش يخليك حتى انت اللي حافظ تخدم مزيان. تفضلي. هو فاش كتشوف انك انت يعني خدمت وسهرت بانك باش تجيب هاد لانط وفي الاخر واحد الغشاش ما يعني ما عياش وجاب بحالك ولا اكثر منك، كيبقى فينا الحال. ولكن انت غادي تقول انا كنخدم لراسي، ما غاديش نخدم باش نجيب لانط، باش غادي يبقى لي داك الشيء في راسي. بالنسبه لهاد النقطه، إلا غش وجاب النقطة وأنا ما جبتش، جبت نقطة أقل منه، يدبر راسو داك الشيء سوقه. هو اللي بغى يغش خليه يغش، لأنه طول الزمان ولا قصير غادي يحصل. بينما الاساس هو انه حنا ماشي تنوزو الامتحان فقط باش نوزو الامتحان، حنا فات كنراجعوا باش كنحتفظوا بهذه المعلومات هذه لينا لمده اطول، كتكون جزء من ثقافتنا العامه، من قدراتنا، واكيد بانه بعد اجتياز البكالوريا قدرتكم على اجتياز المباريات الاخرى كتكون بتمكنكم من جميع المواد اللي تمكنتوا منها وتفوقتوا فيها. غادي نواصلوا النقاش المثمر الجميل المفيد جدا اللي جا من عندكم بمعيه الكوتش نتاع البرنامج اللي هو كوتش كريم، باش نرجعوا لاهم النقاط اللي جات على لسانكم ونذكروا بها مره اخرى. نرحبوا بكوتش كريم. اهلا عليك كريم، لاباس عليك؟ لاباس وانت؟ الحمد لله. دايره كوتش بخير؟ كوتش غادي ننطلقوا طبعا في الموسم الجديد من برنامج واش فهمتونا بموضوع مهم اللي هو التفوق الدراسي. والتفوق الدراسي هو حلم كل طالب تيمشي للمدرسه، حلم كل اباء وامهات، يعني الاهل نتاع الطلبه لما يكونوا وليداتهم هما الاولين. بغيت نعرف واش غادي تعطينا نقاط زايده ولا تقريبا جات كل النقاط المهمه اللي ممكن نذكروها في البرنامج على لسانهم، بالتالي نطرقوا لها مباشره. انا بالنسبه لي تقريبا جميع النقاط تطرقوا لها الشباب، دونك اختارينا موضوع مهم في وقت مهم وبشباب اللي كانوا في المستوى ديال هذا الموضوع هذا، دونك تبارك الله عليكم. اذا البرنامج مهم بزاف. دونك غادي نبدا مباشره منكم، كل واحد ذكر بعض النقاط اللي مهمه في التفوق الدراسي، غادي نرجع لها، وفي اخر كل مداخله ديال شي واحد غادي نطرح عليه سؤال باش يوضح لي واحد النقطه، من اجل باش نزيدوا نفهموا، من اجل باش يفهموا الناس اللي كيتفرجوا فينا. غادي نبدا اول حاجه من شيماء، وهضرتي على قلتي كلنا عندنا نسبه ذكاء، غير هو كاين فرق ما بين الناس اللي كيستعملوها وكينميوها والناس ما كينميوهاش. كيفاش نقدروا ننميو هاد نسبه الذكاء اللي عطانا الله باش نكونوا متفوقين دراسيا؟ بالعمل، بكل بساطه تقدر تنمي الذكاء ديالك بالعمل وبالالتزام بداك العمل، انك تلتزم بداك، يعني تخدم وتقلب وتحاول داك الذكاء ديالك تبرزو للناس. واش انت عندك شي تقنيه ولا شي طريقه خاصه باش كطوري الذكاء ديالك، ولا صافي انت بالنسبه لك عندك الذكاء اللي غيخول لك تفوقي دراسيا؟ كنحاول نقرا كل مره نزيد شي حاجه جديده، يعني ماشي نستابل كيما راني نبقى هكاك، كل مره كنزيد نقرا ونزيد كتوسعي شي حاجه جديده باش كتنمي المدارك ديالك. وهذه كترجعني لفكره ان العقل داير بحال شي عضله، بحال شي اسفنجه ولا عضله. العضله فاش كتدرب بزاف كتزيد تنمى، الا خليتيها خامده كتفقد القوه ديالها، فاش كتبغي تخدمها في الوقت المناسب ما كتلقاش فوالا، ما كتلقاهاش، يصيبها الخمول ايضا هذه العضله. تماما. دونك ثاني مداخله هي ديال اميمه، قلتي بان بالنسبه لي الفهم هو كل شيء، بغيتك تشرحي لي اول حاجه كيفاش كتعتمدي على الفهم وما الحفظ ما كتبقيش تحتاجي ليه باش تكوني متفوقه دراسيا؟ اولا انا عندي واحد التوجيه علمي، وهذا الشيء هو اللي كيخليني نعتمد على الفهم اكثر من الحفظ. وبالنسبه لي الفهم هو كل شيء، الا كنتي فاهم الدروس ديالك كتقدر تعبر بالاسلوب ديالك من بعد. اما الا كنتي حافظ يعني تقدر اي حاجه، يمكن غير كلمه واحده تنسى لك كيتنسى لك كل شيء، ماشي بحال الا كنتي فاهم الوغ صافي كتعبر باسلوبك. دونك هنا كتولي ما كتبقاش تعتمد غير على الذاكره، كتولي تعتمد على الذكاء. تعتمد على الذكاء. دونك غادي ندوز مباشره لهنا. هنا هضرتي على النقاط اللي هضروا عليها الاصدقاء ديالك، وهضرتي على التفريق بين الهوايات اللي كتعاوننا اننا نوليو متفوقين والهوايات اللي كتبعدنا. شنو الفرق بيناتهم وكيفاش نقدروا اننا نديروا الفرق بيناتهم؟ كاين هوايات بحال الرياضه، انك تمارس واحد التيكواندو ولا كاراتي، هي الجسم السليم. كنقولوا حنا الجسم السليم في العقل السليم، العقل السليم في الجسم السليم. بجوج صحاحت، بجوج مزيانين. كنقولوا العقل السليم في الجسم السليم، يعني الا كنت يعني البدن ديالك سليم غادي يكون حتى العقل ديالك سليم. ولكن بحال انا هضرت غير على الفيسبوك ولا الانترنت اللي يعني دابا ولا بارتو، يعني هو كيبعدنا على المدرسه على الدراسه بصفه عامه، يعني هو مثلا كتاخذ واحد الوقت بزاف معاه وكتنسى الدراسه ديالك. لا، خصك تكون مقسم الوقت ديالك وتعطي للدراسه اهميه اكثر. ممتاز. غادي نسالي بمصعب. مصعب خليتك انت الاخر، النقطه اللي بغيت تشرح ليا هما جوج النقاط، قلتي العطاء يساوي الاخذ، بغيت تشرحها ليا، واهميه الاسئله اننا نطرحوا على راسنا اسئله. وشنو هما الاسئله اللي ممكن نطرح على راسي باش نولي متفوق دراسيا؟ اولا نتحدثوا على القاعده نتاع العطاء يساوي الاخذ. غادي نعطي واحد المثال سائر على جميع الاشخاص، على جميع الناس. مثلا واحد كيعطي كيصدق، مثلا ينفق، واحد مسكين من يعطيله غادي ياخذ الا ما خذاهاش في الدنيا ياخذها في الاخره. هذا مثل يعني العطاء يساوي الاخذ. نفس الشيء انني انا يمين غادي نعطي في الماده وجيب على التمارين نشارك في القسم، فانني ناخذ معرفه، ناخذ ثقافه، وناخذ ايضا نقطه ممتازه. ممتاز. ثانيا الاسئله. الاسئله انا والتفوق، كيفاش غادي نولي متفوق؟ هو الاجابه على هذه الاسئله التاليه. هو اولا من انا، يعني الا ما عرفتش شكون انا، فين القوه ديالي، فين ممكن انها تتحرر، راه ما نقدرش انني غادي نتحرك. كان ثانيا ما هي ميولاتي. ميولات مثلا انا الى كما قلت قبيله ان كاين انت عندك ميول ادبي ودرتي ميول علمي، غادي ما تقدرش تحرر الطاقه نتاعك انك تخدم مزيان في العلمي، فاذا غادي يتحكم عليك بفاشل، وفاشل لانك في ميول في مكانك الذي ليس بمناسب، في المكان الخطا. انت في المكان المناسب ديالك مثلا هو الادب. السؤال متى اذاكر، يعني انني خاصني ندير واحد الخريطه، خارطه الطريق، او ننظم وقتي، انني فوقاش نراجع وشنو نراجع وكيفاش الترتيب اللي نراجع. مثلا المواد نرتبها على حسب الاهميه، ولا على حسب الوقت ديالها اللي كتاخذ، ولا على حسب كاين. وبالنسبه للسؤال انت وعقلك، يعني خاصك ضروري انك بحال كان اللي عنده العقل دايما ساهي، يعني افضل حاجه هو ان ترد العقل صاحبك، واخا ما تقدر تكون هذه الهضره شويه غريبه، ولكن ضروري نرد العقل صاحبي انه فيما كان راه معايا. يعني دائما التركيز نصوبوه على واحد المساله، مثلا الماده نصوب التركيز كامل العقلي نحضروا معايا حتى هو. وكاين هل انت سمعي ام حسي ام بصري، يعني الانماط البشريه، من تعرف النمط اللي غالب عندك هو اللي كديروه، هو اللي كيغلب، هو اللي تستفد منه اكثر، فهو اللي غادي تطبقوه. كنت ذكرتها ساعه. جميل جميل جدا. اذا كنعتقد بانها نقاط كامله مهمه، كنعتقد ان درنا واحد الكتيب صغيور في هذه الحلقه هذه، محاضرات كاين اللي بغيتي فوالا، واحد الكتيب صغيور اللي نتمنى انه الطلبه كاملين يستحضروه. كل واحد فيكم ساهم فيه اليوم، كتب فيه العصاره نتاع التجربه ديالو، اسرار نجاحه، اسرار تفوقه الدراسي. الله يوفقكم، وان شاء الله دائما متوفقين ودائما متفوقين في الدراسه ديالكم، وتحققوا جميع احلامكم. وشكرا بزاف. شكرا كريم مره اخرى. شكرا لك علي. شكرا لانك دائما كتمشي تجيب لنا النقاط الاساسيه، ربما كنهملوها، ربما كنتناساوها، ولكن مهم جدا ان نفكروها في الخارج ديال الحلقه باش نستافدوا جميع، نستافدوا معكم. انتم اللي كتقترحوا لنا الافكار ديالكم، كتقترحوا المواضيع اللي كنناقشوها. نعتقد بان موضوع التفوق الدراسي هو من اقتراحكم، كيف ما غادي نرجعوا لعدد من المواضيع اللي تم اقتراحها من طرفكم على صفحه البرنامج على الفيسبوك facebook.com/واشفهمتونا. بدايه موفقه ان شاء الله معكم طيله هذا الموسم، موسم جديد من برنامج واش فهمتونا، ونحاولوا دائما نفهموا الافكار ديالكم ونفهموا الرسائل اللي كتوصلوها. ان شاء الله توصل لفين غدا. نتلاقاو السيمانه الجايه مع موضوع جديد. بسلامه.